في تونس قرر المكتب التنفيذي للنقابة العامة لخريج المدرسة الوطنية للإدارة الدخول في إضراب مفتوح بدءا من اليوم وحتى تحقيق مطالبهم، حيث يشكون من التهميش. ومن تونس تنضم إلينا مراسلة الغد نجلاء بوخريس. نجلاء، مطالب المضربين. نعم، بدأ اليوم فعليا الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. طبعا هذا الإضراب جاء على خلفية ما أسموه خريجي المدرسة الوطنية للإدارة من تهميش لهم من قبل حكومة هشام المشيشي، حيث قدموا مجموعة من المطالب من بينها إلغاء الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية في تونس، والذي يتعلق يعني بإسناد تمييزات سواء في الترقيات أو في الرواتب لجميع خريجي هذه المدرسة الوطنية للإدارة، علاوة على مطالب أخرى عديدة في الحقيقة مهنية يتعلق بعضها بإحداث سلك خاص يعني مستشاري ويعني كل من يتعهد بالمصالح العمومية ومتفقدي المصالح العمومية. كما تريكم الصورة خلفي، بدأ بالفعل يعني هذا الإضراب في ساحة القصبة المقابلة لمقر الحكومة التونسية لإبلاغ هذه الرسالة وإصلاح هذا المسلك المهني للمدرسة الوطنية للإدارة، على اعتبار أنها مؤسسة عامة يعني تقوم بتكوين كبار الموظفين والكوادر العليا للدولة. إلى حد هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من حكومة المشيشي حول مثلا فتح قنوات حوار أو مفاوضات مع هؤلاء المحتجين. من المنتظر أن يتواصل هذا الإضراب على مدى الأيام القليلة المقبلة، إلى حين طبعا تحرك حكومة هشام المشيشي، ربما يعني يكون هناك لقاء يجمع بين أعضاء من المكتب التنفيذي لنقابة هذه المدرسة وأعضاء من الحكومة. نعم، المضربون لديك في هذه اللحظات، ما هي ردود فعلهم على تجاهل الحكومة لمطالبهم، خاصة أن هذا الإضراب أعلن عنه قبل أيام؟ بالفعل يعني أغلب المضربين انتقدوا بشدة ما أسموه اليوم حالة التهميش والإقصاء التي تتبعها حكومة هشام المشيشي فيما يتعلق بحل يعني مختلف المشاكل الموجودة اليوم في هذه المدرسة، والتي هي في الحقيقة أعلى مؤسسة اليوم عامة تكون كبار الموظفين الموجودين في مختلف المؤسسات وفي مختلف الهياكل العامة التونسية. يقولون إنهم يمثلون العمود الفقري اليوم لمدنية الدولة كما يسمونها ولهذه المؤسسات، وبالتالي يجب إصلاح مسلكهم المهني ويجب إلغاء هذا الفصل الثاني الذي يسند عدد من التمييزات يعني بينهم في الترقيات وفي الأجور والرواتب وغيرها. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. الزميلة نجلاء بوخريس مراسلة الغد، كنت معنا من تونس.